السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الايام بخير ورمضان مبارك علينا جميعا. معزومين النهاردة في بيت والدي، ربنا يبارك فيه ويديله الصحة والعافية ويطول في عمره ويتمم شفاه على خير يا رب العالمين، ودايما كده مجمعنا انا واخواتي ومنور الدنيا كلها، وربنا يجعلها عادة مش مقطوعة. اللهم امين يا رب العالمين. بحسك في الدنيا يا اعظم واحن اب في الدنيا. يلا حبايبي هسيبكم بقى كده ونشوف والدتي برضه هتقول لكم كلمة، واسيبكم برضه في الفيديو ونرجع تاني مع بعض. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وفي عز الصحة يا رب، عدى الأيام كلكم وانتم طيبين. تعالوا احنا عازمين الحبايب وتعالوا. كل سنة وانتم طيبين. تسلم ايديك، الله ينور عليك يا حبيبي. كل سنة وانتم طيبين. تسلم ايديك يا رب، عدى الأيام وانتم طيبين يا رب. يا رب في عز الصحة يا رب. سلام لأم أحمد. انا بدعي لك، والله بدعي لك ساعه ما غدا تيجي تقول ادعي لام احمد وعيالها، بدعي لك وللحاج ام فهد والحبايب كل اللي بيحبوا غالي. هي بتطلب مني والله تقول سلامي لماما وخليها تدعي لي، والله طلبت سلام مني. وانتم طيبين، والله بدعي لك وبدعي لك كل حبايب غدا، بدعي لك وربنا يخليك ويخلي عيالك يا رب، يبارك لك فيه يا رب، ينولهم كل اللي هم عاوزينه حق جاه النبي يا رب. يا رب كل سنه وانتم طيبين وفي عز الصحه والعافيه يا رب، عاده مش تنقطع لكم ابدا يا رب. لولا الحبايب لولا جينا، لا تعبنا رجلينا. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف فارس يا ولاد، حنزف فارس. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، هنزف فارس يا ولاد، هنزف فارس. هيكون فرح وتلاتين ليلة، تلاتين ليلة، هنغني ونعمل هالليلة. هيكون فرح وتلاتين ليلة، هنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، وحوي يا وحوي، وكمان وحوي. رحت يا شعبان وحوينا النار، جيت يا رمضان وحوي يا وحوي. لولا الحبايب لولا جينا، ولا تعبنا رجلينا، لا لا طفا. لولا الحبايب لولا جينا، لا لا طفا. ولا تعبنا رجلينا، لا لا طفا. افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا، رمضان اهو نور فوانيسه، يا حلاوة الدين الله الله، ولا قمر الدين الله الله، وكياس بعد الفطار دغري نحلي، بك نفتو وقطيف وتملي، وكل يوم فرحنا تزيد. ويفوت علينا قوام يجري، ونقول له لسه عليك بدري، يقول ده جاي ورايا العيد. افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان منور فوانيسه، يا حلاوة ورجعت لكم تاني، وربنا يخليكم ليا ويخليني ليكم حبيبي في كل مكان، ما تحرمش منكم ابدا، وربنا يجعلكم العوادين، واللهم امين يا رب العالمين. رحت لقيت والدتي ومرات اخويا واختي مخلصين كل حاجه، الفراخ على البوتاجاز يعني هيطلعوها اهيت، وكمان عاملين الصواني والمحاشي، لو بس الاكل مش هيبرد كانوا سووا على طول، لكن هم قالوا العصر هيأذن وهنحط بقى المحاشي على البوتاجاز وهندخل الصواني الفرن، وبتبقى كل حاجه جاهزه.
وادي كمان اختي بتعمل السلطه اهيت. طبعا كل حاجه عاملينها بدري، لما تعملي حاجتك من بدري بتبقى احسن ليكي، بدل ما يجي بقى المغرب ياذن كده وتلاقي كل حاجه يعني فوق دماغك زي ما بيقولوا كده، كل حاجه مره واحده. لا، هاي من بدري اعملي السلطه من بدري، ويحشي من بدري، وكل حاجه خدي من يومك بدري كده. ولو في حاجه كمان عايزه تعمليها جهزيها كمان قبلها بيوم، يعني في حاجات ممكن تعصجي اللحمه قبلها بيوم، ممكن تقوري المحشي، ممكن تحشي لو محشي كرنب بتحشيه، يعني في حاجات كتير ممكن تعمليها قبلها بيوم لو انت لوحدك. فحاولي كده عشان طبعا يبقى اليوم كده خفيف عليك، ما يكونش اليوم تقيل واليوم صعب. في حاجات هتنظمي نفسك تعمليها من قبلها بيوم، صلصه المحشي، تعصيج اللحمه، تقوير المحاشي، يعني تحشي الكرنب، فيها ده كله ممكن قبلها بيوم تعمليه. وزي ما شفتوا بقى كده حطينا هنا اللبن، وكمان عليه لبن على بيض وملح وفلفل اسود، ده كده على وش الجليش، ده كده يعني اخر حاجه بقى بنحطها قبل ما يدخل الفرن. وبرده حطينا بيضه او بيضتين على وش صينيه المكرونه، بيضتين برده كده برشه فلفل اسود عشان الزفاره، وبتحطيهم على وش المكرونه. هنا بقى قلنا ان ده شكل جميل كده، عند والدتي على طول بيعملوها كده شكل البيتزاية، بنحط على وش الجلاش بنحط طماطم وبنحط فلفل على وش، يعني ممكن تستخدم الخطوه دي وممكن تحطيها، بتديها شكل جميل ولمسه كده جماليه. ندخل بقى اهوت، طبعا والدتي كانت قاعده قدام الفرن ربنا يديها الصحه والعافيه، وكانت بقى هتسوي على طول. كنا بنخلص الصواني جوه ونجيب بقى على والدتي، كانت مسخنه الفرن زي ما شفتوا كده، ولعت الشعل اللي في الجناب وولعت من تحت، بس كانت مهديه الشعل اللي في الجناب عشان طبعا الصواني ما تاخدش يعني لون وهي لسه نيه، مهديه الشعل زي ما انتم شايفينها اهوت، وكانت مولعه من تحت. نديها بقى الصواني، بتحط اول صينيتين، وبعد كده لما قاع الصينيه يستوي او ياخد لون بنطلعه فوق، وتحط كمان اتنين برضو تانيين، يعني الفرن دوت بتاع والدتي بياخد اربع صواني. هنا بقى كانت ولاد اختي كانوا فرحانين وعاملين بقى يرقصوا ويغني على اغاني رمضان، وطبعا كنت رايحين جايين بقى عليهم كده، وكنا فرحانين زي ما قلت لكم فرحه رمضان هي بالاطفال، يعني هم دول بيحسسونا برمضان وفرحه رمضان. قعدت بقى كده اسقف معاهم واغني معاهم عشان يفرحوا. ببص بقى لقيت اختي جايه اهيت، سلمت عليها ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه والعافيه. طبعا زي ما قلت لكم يعني بنتجمع ودي عادتنا ودي طبيعتنا، ولو عشق وملح عند الحبايب ده احلى حاجه. شايفين بقى الجلاش شكله عامل ازاي؟ طبعا والدتي سوت احلى تسويه، وكانت قرفتهم زي العسل والله، قامت من قدام الفرن قالت يعني عسل، قرفتهم عسل. الفراخ اهيت برده حطينا هنا صلصه، صلصه طماطم او معجون طماطم، على معلقه زيت، وبرده بندهن الفراخ. والفرن برده سخن كده، هنحطهم على طول ورا الحاجه. وهنا عصير برتقال وعصير فراوله، هنعملهم يعني ميكس كده او خليط بين الاثنين. وادي المحاشي برضو على البوتاجاز اهيت. مرات اخويا برضو خدت فوق عندها حلتين محشي، وبرضو كنا بنسوي المحشي تحت برضو على البوتاجاز. اخر حاجه زي ما قلت لكم ادي الفراخ برضو حطيناه والفرن سخن، والبتنجان. يعني زي ما قلت لك كده بقى يوم جميل ومتجمعين، ولو عيش ملح عند الحباب، هي ده طبيعتنا، مش بنتجمل ولا حاجه، هي دي حياتنا ودي طبيعتنا والبساطه عيشتنا في كل حاجه. طبعا انا اختي بتبقى واحنا يعني قاعدين كده بتضحك فينا، ربنا يا رب يسعد ايامهم ويخليهم، اللهم امين. الفراخ تحت اهيت، والمكرونه والجلاش، المكرونه برده بتاخد لون من تحت، يعني حرف المكرونه كده بيستوي او حرف الجلاش تعرفي ان كده قاع الصينيه خلاص وتطلعي فوق. هنا بقى كنت عماله اسلم على والدتي ببوسها، فاختي بقى عماله تتنقر عليا وتضحك، فقلت لا والله لابوس ايديها وكمان وابوس رجليها كمان. ربنا يا رب يرزقنا بر يعني رضا والدينا علينا، ده بالدنيا وما فيها. سعادتك كده في الدنيا وفي الاخره وسعادتك في كل حاجه هي لما والدك ووالدتك يرضوا عنك، فاللهم ارزقني رضاهم عليا يا رب العالمين. ده كده اهم حاجه في حياتي واهم حاجه في دنيتي، ان انا يعني والدي ووالدتي يبقى راضيين عني، ده كده ابقى اسعد واحده في الدنيا. ادي كده خلاص الصواني طلعت اهي زي ما انتم شايفين، والجلاش شكله جميل اهوت. طبعا احنا عاملين فراخ اللي هي المحشيه رز، وكمان فراخ اللي هي البيضه اللي بتتقطع اللي هي بالكيلو، طبعا عشان لو ما حد اللي ياخد من ده ياخد، واللي كل واحد يبقى اللي عايز حاجه ياخد. وادي صينيه المكرونه اهيت والجلاش، ووالدتي بقى هنا كانت بتقول كلمه يعني وبتسلم عليكم في الاخر، قلت بقى تعالي بقى كده عشان نختم معاهم ونسلم عليهم، وكانت والله بتدعي لكم كلكم ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحه والعافيه، وبتقول سلامي لكل حبايبنا وكل متابعينا وكل اللي بيحبني، بقول لكم ربنا يجبر بخاطركم ويخليكم ويبارك لكم في اولادكم، ورمضان هنا ورمضان سعاده عليكم اللهم امين. انا كنت بقول بقى ريحه الاكل كانت جميله قوي، وعايز بقول لوالدتي احنا عايزين بقى ناكل ريحه الاكل خلاص، يعني خلتنا ان احنا جوعنا بدري.
دخلت بقى اخواتي ومرات اخويا بقطعوا الحاجه، هي المكرونه والجلاش، بنقطع بقى وبنغرف كل حاجه في المطبخ اهوت، فرشين فرشه وبنغرف المحشي وكمان الصواني وكل حاجه، وناخد بقى كل مره واحده كده ونفرش فرشه كبيره في الصاله، مفرش كبير. وبعد كده طبعا ازواجنا بيصلوا الاول المغرب، وبعد كده بيجوا لان بقى مجهزين كل حاجه، ونقعد بقى علشان نفطر. ده كان يومنا طبعا، للاسف التليفون فصل شحن، ما عرفتش ان انا اختم الفيديو واكمل الفيديو. وادي بقى اهوت بعد ما غرفنا الاكل، يعني اجيب برضو كل حاجه اهيت، بس اللمسه الاخيره ما عرفتش ان انا اجيب. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، ينعاد عليكم الايام بخير، وربنا يجعلها عاده مش مقطوعه، ويبارك في والدي ووالدتي واخويا، ربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب. وده كان فيديو معاكم النهارده، يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.